يا هلا والله. اليوم انا وحنان عندنا فقره انبوكسينج من نايس ون. نايس ون. هي طلبت اشياء وانا طلبت اشياء، دحين حنوريكم المنتجات اللي وصلتنا. شو هذا البوكس حقي؟ هذا البوكس تبعي. شوفي مناديل بلانش الشكل الجديد. هذه المناديل ميك اب ريموفر مزيل للمكياج بمويه الورد، مويه الورد، وكمان للبشره العاديه والبشره الحساسه. هذا شكلها الجديد صح؟ يس. كمان عندي في البوكس ماركه توب فيس، هذه الماركه عليها تخفيض في الموقع 80%. كمان عندي في البوكس شوفوا هذا الفاونديشن، وهذا اللي هو حق الحواجب، جيل حق الحواجب. شوفوا الروج هذا، دقيقة. شوفوا هذا الفاونديشن، وهذا اللي هو حق الحواجب، جيل حق الحواجب. شوفوا الروج هذا، دقيقة. شوفوا هذا الفاونديشن، شوفوا جربوا على يد حنان، شوفوا لون مرة اللون يجنن. واو حلو. أنا مو بس أعشق دي الألوان، من عشاق هذه الألوان أنا. والله دائما كذا تطلع حلوة في الصباح، تطلع حلوة في الليل، للجامعة، للدوام، خرافي حقيقي. البينك وتدرجاته لون مرة فظيع، زي ما قالت فرح، ينفع في أي وقت، صباح، ليل، مساء، تقريبا عاد كل الألوان تبع كمان البينك. هذا البلشر، لونه حوريكم برونز خرافي. شوفوا لون البلشر، شوفوا واو، لون برونز، برونز مرة حلو، مرة حلو اللون. كمان تحطي عليه بعدين هايلايت. هذا المسك أنا من عشاقه صراحة. في 3 أنواع، الأول اللي هو مسك النظافة، والثاني مسك روز، والثالث في شوية ريحة فانيليا خفيفة كذا، مرة حلوة طالعة مع المسك. على بخليك تجربيها. أبغى أقول لكم شيء، أنا بالعادة لما أجي أحط مسك لازم أحط شوية مع قطرة مويه او بيبي اويل، اقسم بالله ريحتك مو بس تفحفح، انا من عشاق اي شيء فيه فانيليا. تحط عليه، انا شميته ده، انا بسالك كيف الريحه. انا مره اعشق اي شيء فيه فانيليا. شمي يلا حنشوف حنان ايش عندها في من ماركه توب فيس. شوفي ايش وصلتني. عاد انا من عشاق الموف، الموف لون المفضل، درجات الموف. شوفي كيف الالوان تجنن. جربها تحسي اللون الفاتح صراحة مرة حلو. طالع ناعم مرة. أوه. حلو صح؟ هذه تاني مرة أعلن فيها الابليكيشن نايس ون، ابليكيشن كبير ومعروف بالعناية للبشرة والعطور والميك اب، وكل منتجاته أصلية 100%. وغير كذا معروف ومسجل في وزارة التجارة، وكمان عندهم خصومات بمناسبة اليوم الوطني للكويت. كل عام وأهل الكويت بخير وبصحة وسلامة. وكمان عندهم خصومات أكثر، غير خصومات الكويت وغير كود خصم فرح، دي خصومات تخفيضات توصل ل 80%. طيب شوفوا هذا ابلكيشن نايس ون، اول ما تدخلوا حتلاقوا هذا الاول واحد اللي هو تخفيض اليوم الوطني الكويتي يصل ل 80%. وغير كذا شوفوا هذه الايقونه فيها كل التخفيضات اللي موجوده في الابلكيشن. شوفي هذا الباليت انا عندي منه، حتى انا استخدمه مره حلو، مو بس عملي ترى مره عملي. هي شوفي فرق السعر، كان قبل التخفيض ب 240 وبعد التخفيض صار 159. شوفي الوانه مره عملي. شوفوا هذا البنر اللي هنا حق توب فيس. هذا الاشياء اللي انا طلبتها وريتكم، هي اغلب المنتجات عليها تخفيضات. هذا اللي طلبتي ووصل لك. ايوه هذا الحواجب. شو كم كان سعره؟ ب 51 صار سعره 22 ريال بعد التخفيض. مناديل المكياج اللي اشتريها من الصيدليات طبعا هنا ارخص، مره رخيص مره. وبوريكم انا احب العدسات مره. شوف عدسات بيوتس، عندهم الوان خرافيه، والاحلى من هذا شوفوا سعرها. ترى اللي حلو في بيوتس انه دائما تبين العدسات طبيعيه، تبان في العين مره طبيعيه، وغير كذا ترى مره خفيفه ومريحه والوانها مره حلوه. شوفوا السعر، كانت ب 150 وصارت ب 99. انا تقريبا عندي اغلب الالوان. براند بالم انا مو بس احبه، خرافي، بلاشراته خرافيه، انواج هايلايتر، بلاشر، يشدوا كل منتجات. انا مره احب هذا الهايلايت. غير كذا عندهم دي الارواج المجموعه مره حلوه، واسمعتها هذا الايلاينر مو بس اسود، الاسود
هم البنر حق العطور عليه تخفيضات توصل إلى 30%. شوفي هذا العطر، الله، ما راح احب عطر ديار اللي هو الجيرز ديار، مو بس يجنن ريحته مره عليه حلوه، تخفيض، شوفي كان ترى سعره في 1200 الموقع تلاتة ارخص من وستين صار المحلات، ب1048. وانا اقول لك ايوه سعره ارخص من المحلات. خلصنا ووريتكم الأشياء اللي عندي وعند حنان المنتجات، إذا عجبتكم ارفعوا الشاشة على فوق اطلبوها. كود الخصم وفي حقي، معلومة بقول لهم، هي كود الخصم تبع فرح يخصم 10% بس المنتجات اللي موجودة في الابليكيشن وعليها خصومات ما تقدروا تستخدموا الكود تبع فرح، لكن الأشياء اللي ما عليها خصومات استخدموا كود استخدموا فرح الكود وحيصير لكم تخفيض 10%. عشرة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.